تتابعون في هذه الحلقة: الدوج بول في مصر حديثة العهد وسريعة الانتشار، كارولين فوزنياكي تنهي صيامها عن الألقاب، وغادة شعاع العلامة الذهبية الفارقة في تاريخ الرياضة السورية. تتوافد الألعاب الرياضية الجديدة على مصر كل عام بفضل نشاط دائم من جيل الشباب الذي يحرص على تنمية الحركة في الملاعب والصالات. الدوج بول أو كرة التفادي انطلقت بمبادرات فردية ما زالت حريصة على تعليم قوانين اللعبة التي تشكل لها اتحاد رسمي عام 2016. دوج بول هي عبارة عن ملعب بيبقى فيه 6 و6. الهدف انه في فريق كله يطلع. بتطلع ازاي؟ ان الكره بتخبط فيك. الدوج بول بتتلعب ازاي؟ في كذا قانون. هي بتبقى ماشيه انه احنا بنشوت على بعض الكوره، احنا بنبقى في 5 كور في الملعب، في بيبقى كورتين بيروحوا للفريق الضد وفريق، وكورتين بيروحوا للفريق الثاني، والكره اللي في النص بيجروا عليها الفريقين واللي بياخدها الاول. المفروض انه احنا بنشوط على بعض، فاللي بيطلع الفريق الاول اللي بيخلص، اللي ما بيتبقاش فيه اي لعيب، ده بيبقى الخسران. رغم حداثة عهد ممارستها في المنافسات الدولية، الا ان المنتخب النسوي حقق حضورا مميزا من خلال مشاركته في بطولة العالم، وأتبع ذلك هذا العام بالتتويج بأول بطولة إفريقية ليضمن تواجده في النسخة المقبلة لكأس العالم والمقررة في الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا كسبنا الكأس الأمم الأفريقية، كان لسه الشهر اللي فات، كفريق بنات، كفريق ولاد، وكفريق ميكس منتخب مصر. وأنا شايفة برضو في إنجاز تاني إحنا حققناه، إن إحنا روحنا كأس العالم السنة اللي فاتت في 2016. إحنا ما حققناش مركز، واكشلي احنا خسرنا جامد، بس انا شايفه ان ده انجاز، علشان كان لازم نروح نشوف اللعبه بتتلعب ازاي صح. لا شك ان الرغبه كبيره في استمراريه الدوج بول، لكن عده صعوبات ما زالت تواجه اللاعبات من حيث عدم توفر ملاعب خاصه، اضافه الى قله الدعم المادي. صعوبات، بس ان في مشكله في الانتشار للعبه، وان يبقى الموضوع مدعم اكتر من المسؤولين يعني في اللعبه، بحيث الموضوع ينتشر اكتر واكتر فيدخل في نوادي. يعني احنا دلوقتي هنا عاملين زي تيم ايجلز، ده كنت بادي ب8. ده تاني سنه هنبدا الدوري ان شاء الله، هيبقى معانا يعني بنتكلم من 4 ل6 فرق ولاد، ومن 2 ل3 بنات. تبحث ممارسات اللعبه عن كل السبل الكفيله بزياده اعداد اللاعبات وسط تفاؤل كبير بمستقبل باهر. ابتدى يبقى فيه إقبال بعد ما السوشيال ميديا كفيسبوك كده ينزل، العدد بتاع البنات ابتدى يزيد، وإن هم عايزين يشتركوا، وشايفة اللعبة يعني مستقبلها ابتدى يزدهر يوم عن يوم يعني. عمل دؤوب يتواصل وجهد مميز يدفع باتجاه إكمال حالة النجاح الأولية نحو ترسيخ بقاء الدوج بول وتطورها سبيلاً لتحقيق الإنجازات العالمية فيها. أنهت الدنماركية كارولين فوزنياكي سلسلة من الهزائم في المباريات النهائية، وفازت على الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا بمجموعتين مقابل لا شيء في طوكيو، لتحرز لقبها الثاني على التوالي في بطولة بان باسيفيك لكرة المضرب. وكانت فوزنياكي صاحبة 27 عاما والمصنفة الأولى عالميا سابقا تخوض المباراة النهائية 7 لها هذا الموسم بعد الخسارة في المباريات 6 الأخيرة. حصدت فوزنياكي بذلك لقبها 26 في مسيرتها، فيما فشلت بافليوتشينكوفا في إحراز لقبها 3 خلال العام الجاري. بدورها حققت الفرنسية كارولين غارسيا أكبر إنجاز في مسيرتها الاحترافية بعد تتويجها بلقب بطولة ووهان المفتوحة. المصنفة 20 عالمياً تغلبت في النهائي على الأسترالية أشلي بارتي بمجموعتين مقابل 1 خلال 2:46. تعد غارسيا أول لاعبة فرنسية تنال أحد ألقاب بطولات المحترفات منذ فوز ماريون بارتولي ببطولة ويمبلدون عام 2013.
أمام حضور جماهيري اصطف حول الشاطئ الجميل في مدينة هويلفا الإسبانية، أقيمت فعاليات أولى مراحل كأس العالم للألعاب الثلاثية ترياثلون. تعين على المتنافسات قطع مسافة 1500 متر سباحة و40 كيلومترا على الدراجات الهوائية و10 كيلومترات عدوا. التشيكية فيبدولا فرينتوفا تمكنت من الفوز باللقب متفوقة على الكندية جوانا براون والأمريكية تشيلسي بونز التي حلت في المرتبة الثالثة. توجت الإنجليزية سارة جين بيري بلقب دورة أوراكل نايت سويت المفتوحة للسكواش التي أقيمت بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. بيري وصلت عروضها القوية في البطولة ونالت اللقب بعد الفوز على الماليزية نيكول ديفيد بثلاثة أشواط مقابل شوطين في 74 دقيقة. تتابعون أيضاً كل إنجازاتي اللي فزت فيها وميدالياتي الأولمبية والعالمية والأرقام الآسيوية والبطولات الدولية اللي فزت فيها بهدية لبلدي الغالي سوريا. أنا معكم غادة شواء، تابعونا بعد الفاصل. بطلة عالمية في ألعاب القوى، ولدت في العاشر من أيلول سبتمبر عام 1972 في محافظة حماة. فازت بفضية مسابقة السباع في دورة ألعاب البحر المتوسط في فرنسا عام 1993، ثم توجت بذهبية آسيا في هيروشيما اليابانية عام 94. نالت برونزية بطولة العالم في روسيا عام 1994، ثم عانقت المعدن النفيس في نسخة السويد عام 95. حصدت الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى لسوريا والوحيدة حتى الآن، وذلك في دورة أطلانتا الأمريكية عام 96. تعرضت لإصابة بالغة أبعدتها سنوات عن مضامير ألعاب القوى، لكنها عادت ببرونزية بطولة العالم في إشبيليا عام 99. لم يشهد التاريخ الرياضي السوري والعربي مثيلاً لهذه الفتاة التي عشقت الرياضة منذ الصغر وتألقت في أكثر من لعبة لتثبت موهبة نادرة شع نورها في المستقبل بطريقة رائعة. في بلدة محردة الواقع ضمن محافظة حماة وسط البلاد نشأت غادة شعاع على حب الرياضة، وارتبط اسمها بكرة السلة وألعاب القوى حين مثلت المنتخب الوطني في اللعبتين. كان ما نوع من الأمر السهل أنه أختار رياضة ما، لأنه باثنيناتهم كنت متفوقة. يعني عندي غرام بألعاب القوى وعشقي هي ألعاب القوى، وحسيت حالي أنه أنا بألعاب القوى الصح. من أي ناحية الصح؟ أنه إذا أنا بدي أفكر، لأنه أنا رسمت يعني أهدافي بحياتي وحلمي بحياتي هو كان يعني صير بطلي أولمبية، وهذا الهدف رسمته من دورة الألعاب الأولمبية 1984 بلوس أنجلوس بأمريكا. مشروع البطلة بدأ مبكراً حين قررت شعاع أن تختص بمسابقة السباع ضمن أم الألعاب، وضعت غادة أهدافاً لها ومضت في خطوتها الأولى. لم يمض وقت طويل حتى برهنت غزالة الرياضة السورية قدرة كبيرة على تحقيق الانتصارات والميداليات البراقة، ابتداء من المناسبات المحلية ومرورا بالبطولات العربية والقارية. أول مرة بتذكر أنه شاركت بمسابقة سباعي، وما بعرف شو معنات مسابقة سباعي كان، ومع أنه كنت لعبت ألعاب قوى، بس حبوا أنه شارك مسابقة السباعي عام 1991 كان بحلب. أول إنجازاتي كانت ببطولة آسيا في ماليزيا سنة 1991، وقت أول مرة بفوز بميدالية فضية بتاريخ سوريا بألعاب القوى. كان عام 1994 مميزاً وتتالت فيه تتويجات شعاع رغم الظروف الصعبة التي مرت بها جراء تغيير مدربها. كان عام حافل، وأكثر محفل كان أو أضخم محفل كان هو طبعاً بدورة النوايا الحسنة بسان بطرسبورغ بروسيا، وقتها توجت بميدالية برونزية. بعدها كانت دورة الألعاب الآسيوية بهيروشيما باليابان، ورجعت الميدالية الذهبية
هون بال94 95 صار عندي مشكله اللي هي تغيير المدرب. هون تم استبدال المدرب باللحظه الصعبه، لانه مدربي هذا الشخص اللي هو طورني وعلمني شو معنى الرياضه، شو معنى احترام الوقت. امتلكت غادة العزيمة والثقة اللازمين لحفر اسمها بين البطلات العالميات، فكانت مدينة غوتنبرغ السويدية شاهدة على بروز نجمة سورية قهرت الأوروبيات بعطائها الكبير لتتقلد بكل جدارة الميدالية الذهبية العالمية في تخصصها مسابقة السباعي. هون بقى لي صار بقى التحدي الحقيقي، كانت صعبة كتير، المنافسات بشكل كامل كانوا قوايا، ومع كل هذا حسنت ضمن الظروف الصعبة طبعا، البرد والمطر، الجمهور تفاعل معي كثير، الجمهور باليوم الثاني، ورجعت بأول ميدالية ذهبية بتاريخ سوريا والشرق الأوسط بطولة العالم. الأهداف التي وضعتها غادة شعاع في بداية رحلتها اقتربت من التحقق، لكن خطوة واحدة بقيت على دخول السجل الأولمبي، فحانت لحظة الحسم في دورة أطلانتا عام 96 والتي دخلتها غادة بفخر حمل علم بلادها في حفل الافتتاح. بدأت المنافسة وكانت كل الأنظار شاخصة نحو الرياضية السورية في مواجهة نجمات العالم على المضمار الأمريكي. اكتملت الفرحة بالصعود إلى منصة التتويج بعد منافسات عرفت فيها شعاع كل معاني القوة والتحدي والنجاح. اليوم الأول كان متفوقة فيه، اليوم الثاني كان يوم كتير صعب، مع كل هذا كنت يعني عم بتذكر مسابقة الوصبة الطويلة اللي هي فشلتني شوي بسبب الطقس الخارجي اللي صار، هواء ومطر. حاولت انسى الموضوع نهائيا، انه ما كان في شيء اسمه وصب طويل، بدي اعوض مباشره بالرمي الرمح، وفعلا حسنت اعوض بالرمح. دخلت للسباق الاخير اللي هو 800 متر جري، اللحظه الحلوه كانت طبعا هي خط النهائي، يعني انا بطلي اولمبيه، يعني الحلم حققته لشعبنا، لشعبي اللي بحبه اللي بعزه اللي هو بيستاهل فعلا الفرح. وحسيت شيء انه هال 12 سنة اللي خططت لهم إنه ما ضاعوا هيك. بعد الإنجاز الكبير بحثت البطلة الأولمبية عن متابعة طريقها الرياضي الجميل، لكنها اصطدمت بالإصابة، ثم تعرضت لحادث سير في ألمانيا أجبرها على الابتعاد لسنتين، عادت بعدهما لتتألق عربياً ثم لتنافس بقوة وتحقق البرونزية العالمية. جاء الدور على أولمبياد سيدني عام 2000 وإصابة جديدة أعاقت طموح النجمة العالمية التي لم تعامل بالطريقة التي أرادتها، فشاركت مرغمة وخرجت بلا أي بصمة. صار علي ضغوطات وشافوني العالم عم تمشي أنا على العكازات، يعني مستحيل، طيب ارحمني أنا إنساني، يعني خونوني للأمانة، يعني خونوني للأسف الشديد. يا هل ترى أنه بس سؤالي لألون، هل يعقل لليوم غادي شو؟ إحنا اليوم بال 2017 عم يرجع 17 سنة للذاكرة لورا، إنه قبلها بسنة كنت فايزة ببرونزية عالم، كان عندي إصابة ظهر وحادث سيارة مرعب جدا، ومع كل هذا فزت ببرونزية بطولة عالم. إجتنا دورة الألعاب الأولمبية بسيدني، كان عندنا سنة وقريبة 3 شهور أو 4 شهور تحضير، وتحضرت بشكل ممتاز وعارفة حالي وبشارك بالدورة الأولمبية، وقبل السباق بثلاث أيام بتعرض للإصابة، بتروحوا أنتم بتساووا فيني هيك؟ بستاهل أنا هيك؟ ما بظن. مع كل هذا شاركت أنا، أحد الناس قال لي لا، وقت قلت له اعتبرني بنتك، قال لي لا مانك بنتي، عم اعطيك تفاصيل انا، بتمنى هذا الشيء يطلع كله على التلفزيون من دون اي حذف. اول حاجز، ثاني حاجز، ثالث حاجز، سمعت بس شيء طن، الوتر انقطع عندي، انضرب. قصه غادة شعاع بعد الاعتزال ما زالت مليئه بالمفردات، سنكملها في الحلقه القادمه. نهايه هذه الحلقه، نلتقي في الاسبوع القادم.